أيوه جاي اليوم. النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. خدها عادي. خدها عادي، زدناه أول مرة ليرة. هاي امبارح غاب، فكره أزيده اليوم. بس لا، المرة اللي عدت غاب يوم عشان ما أخسروش، قلت يمكن الزلمة طمعان نزيد لأجاره، زدته ليرة في اليوم. اليوم إن شاء الله راح أخصم الليرة زدتك إياها الشهر اللي عدى، لأن الطمع مش كويس، طمع ضر ما نفع. أي نعم إنه جنيني ما شاء الله عنه بيشتغل شغل كويس، وأنا ما صدقت وأنا ألاقيه، وأدائه كويس وخلالي الجنينة ما شاء الله عنها، بس برضه مش لازم أنا أعطيه عيني كتير وخليه يطمع. هذا هو اليوم إن شاء الله راح أخصم الليرة. كرمته المرة اللي عدت بس إنه سويها شغلة كل يوم يصير يغيب عشان أزيده. لا هلا هلا، يعطيك العافية يا عمي، يعطيك العافية. تفضل، كيف حالك؟ الله يعافيك، الله يسعدك، يعطيك العافية. شو خلصت جاهز ان شاء الله؟ لا الحمد لله جاهز. الحمد لله، حياك الله يا عمي. الله يحييك يا عمي. يا حياك الله يا عمي. تفضل يا عمي، يعطيك الف عافية يا عمي. سلام عليك يا عمي. ليك وعنيك. لا الله سلام. عديت المصاري؟ عديت. ما خسيت ليرة؟ بعرف انهم خسين. بتعرف انهم خسين؟ نعم. هو اقعد يا عمي، يعني انت يا زلمة لا مبالي لهالدرجة. الشهر اللي عدى غبت يوم، تاني يوم انا زدتك ليرة، هاي انت صرت كل يوم تاخد ليرة زيادة، ما سألتنيش ليش زدتني يا معلمي. امبارح غبت، انا اليوم خصمت ليرة عنك، وراح اصير اخصم يومي كل يوم ليرة عنك، ما سالتنيش ليش يا ابن الحلال. فيش انت لا مبالي لهالدرجه، اسالني ليش، قول لي ليش. انا بقول لك ليش. ليش؟ المره اللي عدت لما غبت انا. نعم. انا غبت عشان ربنا بعث لي صبي. مبروك مبروك، الله يبارك فيك. وشفت هالليره اللي زدتني اياها، سبحان الله العظيم، اجتني هالليره هذه زياده، قلت سبحان الله العظيم، هذه جاي رزقة هالصبي. أمان المرة هذه أنت لما خصمت علي الليرة اتوفت عندي الوالدة، صح الله يرحمها، سبحان الله العظيم، راحت وراحت رزقتها معاها. فعشان هيك أنا عرفت أنك لما خصمت علي الليرة عرفت أنا ليش. يا الله يا الله، ما أجملها من أرواح تقتنع بما قسم لها الله. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب في حكمتك، سبحان الله. بالفعل بالفعل ان الرب سبحانه لا اله الا هو بقسم الارزاق لكل واحد، اللي بيجي بتجي رزقته معاه، واللي بروح بتروح رزقته معاه. سبحانك في علاك يا رب. والله يا عمي انك انت مش بس جنايني نشيط بتشتغل بقلبه رب، صدق يا عمي انك انت اعطيتني درس بالفعل، تطبيق عملي لتقسيم الارزاق. ما اجملك يا عمي، ما اروعك، كل احترام وتقدير يا عمي. حياك الله. بالفعل انا فخور يا عمي فيك، انا فخور فيك يعني. حياك الله. السلام عليكم يا عمي. عليكم السلام يا عمي. ما اجملها من ارواح تقنع
وترضى بما وهبها الله، وتترفع عن نسب ما يأتيها من زيادة في الرزق أو نقصان. هي القناعة والرضا يا ابن آدم، هي القناعة، فالزمها، تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، الراحة منها بغير القطن والكفن. فلربما فقير هو أغنى منك بقناعته، ولربما غني هو أفقر منك بطمعه. نعم، من أساسيات السعادة الرضا بقضاء الله وقدره، والثقة في جميل تدبيره، لأن الرضا هو باب الله الأعظم، وراحة العابدين، وجنة الدنيا.